أما المخلوع صالح الجميع يعلم ما هو هدفه. المخلوع صالح يذكر في جميع خطاباته أنه يريد أن يتفاوض مع المملكة العربية السعودية، ونحن نعلم أنه أصبح كرت محروق لأنه عبارة عن رجل يستخدم نفوذه لقتل المواطن اليمني حتى ينجو هو وعائلته. هل يستطيع المخلوع صالح الآن أن يجيب الشعب اليمني أين عائلته اليوم؟ لماذا لا يدفع بها القتال؟ لماذا لا يدفع بأولاده للقتال في الجبهات كما يدفع بشباب القبائل للقتال في الجبهات؟ هو يريد أن ينجو هو وثرواته وأبنائه حتى يستطيع أن ينعم بالعيش على جماجم شباب اليمن ودماء أبنائه. نعم.